بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب لمخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ. بنحاول في هذه الحلقات نيسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ. حلم النهاردة حلم رقم 51، والحلم بيبدأ هكذا: وقف القطار دون وجود محطة، فتساءلت صاحبتي عن السبب ولكنني لم أدري كيف أجيبها، وإذا بكتائب من الجيش تطوقه وتقتحمه شاهرة أسلحتها. وسقت إلى الخارج، وساقت إلى الخارج كثيرين من ضباط الجيش الذين كانوا بالقطار وعددا محدودا من المدنيين، وقبض علي فيمن قبض عليهم، فتركت صاحبتي منزعجة خائفة. وجدنا أنفسنا في صحراء، أمرنا الجنود المسلحون بخلع بذلنا والبقاء بملابسنا الداخلية، ولكنهم وضعوا العسكريين في ناحية والمدنيين في ناحية، وأخذنا نتهامس إننا ضعنا وانتهى الأمر. وجاء قائد الجنود ونادى علينا كل واحد باسمه، وتساءل صوت منا: هل تقتلوننا بلا محاكمة؟ فأجاب القائد بصراحة: الأمر لا يحتاج إلى محاكمة. وتحرك القطار فتذكرت صاحبتي. شوفوا الجمال، تحرك القطار فتذكرت صاحبتي. حلم بديع بديع بديع، بس هنقول عنه كلمتين عشان يبقى أكثر وضوحا لكل الناس إن شاء الله. القطار وقف فين؟ من غير محطة، مش مكان محطة دي. أوقفوا قطار الحياة، أوقفوا قطار الحياة. هم مين اللي عملوا كده؟ العساكر حضرتك، العساكر استولوا على القطار. كتائب من الجيش بتطوق القطار وتقتحموا شاهرة السلاح. بقوة السلاح بيتحكموا في القطار وركاب القطار. القطار ده يعني ما يشبهش عليك شباب الوطن؟ الوطن. طيب قبضوا على بعض من في القطار من الضباط الجيش وقليل من المدنيين، منهم الراوي. كويس، اول اشارة بقى هناخدها لايه؟ عسكريين ومدنيين. ترك صاحبته ايه؟ منزعجة خائفة. بيذكرك بايه ده؟ باهالي مين؟ الاهالي في البيوت اللي بتقتحمها زوار الفجر وبيتركوا اهلها ايه؟ منزعجة خائفة. في الصحراء طلبوا منهم يخلعوا ملابسهم، ده رمز الايه؟ انتهاك الكرامة الانسانية، انتهاك الكرامة الانسانية. وبدأ وقفوهم فصلوهم بين العسكريين في ناحية والمدنيين في ناحية. التقسيمة دي ظهرت امتى في مصر؟ وموجودة حتى الان، يوليو 52. بقى في حاجة اسمها مش المواطنين، لا المواطنين ما بقوش زي بعض، المواطنين بقى نوعين من المواطنين، في عسكريين وفي مدنيين. حضراتكم عارفين طبعا عبارة فين المدني اللي هنا. الامر زي ما قال القائد لا يحتاج الى محاكمة. الامر ايه؟ لا يحتاج الى محاكمة. معلش هخرج بره ثانيه كده. الجبرتي وهو بيتكلم في التاريخ ايام الحمله الفرنسيه في مصر، كان بيتكلم ان الفرنساويين كانوا بيعملوا حاجه غريبه قوي، انه عشان يعدموا حد لازم يحاكموه، ويبقى في حد ممثل للنيابه وحد ممثل للدفاع علشان وقاضي علشان. وكان الجبرتي متعجب، طب هم هيقتلوه، ايه لازمه شوفوا يعني لازم. فدلوقتي يقول لك محاكمه ايه؟ مش الامر مش محتاج محاكمه، الحكايه واضحه جدا. لما تحرك القطار تذكر ايه؟ شوف التعبير الجميل، ما قالش زوجتي، ما قالش، لكن قال صاحبتي. تعبير جميل جدا، يعني كل العلاقة هي قطار مشي وهو تذكرها.
حلم بديع مليء مليء بالمعاني. أنا قلت يعني مفاتيح كده إشارات، وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.